بنصبح على حضراتكم لقاء متجدد يوميا على شاشة القناة الثانية في التلفزيون المصري وبرنامجكم بنصبح عليك. النهاردة طبعا 14 رمضان الموافق ل 6 أبريل 2023 أيام وليالي الشهر الكريم بتمر سريعا يوم ورا يوم، لكن علينا أن احنا الحقيقة يعني نستفيد بهذه الأيام قدر استطاعتنا. بنصبح عليكم من هذا المكان الرائع على ممشى أهل مصر، وعلى مدى إن شاء الله ساعة هنسعد بهذا اللقاء على الهواء مباشرة، وفقراتنا ولقاءاتنا دايما إن شاء الله بنحاول إن احنا يعني نجتهد، وربنا يوفقنا النهاردة ونحوز على رضاء كل مشاهدينا النهاردة. ومن خلال حلقتنا هيكون لينا لقاءين على الهواء مباشرة. اللقاء الأول هيكون مع أستاذة نورهان أشرف، معالج لغة وكلام، واللغة وأهميتها، وإزاي لا قدر الله يعني لو في أي مشكلة في عملية التواصل باللغة إن إحنا نقدر إن إحنا نلحقها مبكرا، خاصة مع أطفالنا في السن الصغير. لقائنا التالي هيكون مع الأستاذة الدكتورة وفاء سمير، أستاذ الفلسفة والأخلاق في كلية البنات جامعة عين شمس، واللقاء ده هيكون المحور الرئيسي فيه عن العبرة من الصيام وأهمية إن إحنا نزرع ده في ولادنا. إحنا عندنا فاصل ومن بعده هنرجع لحضراتكم نستعرض معكم أهم العناوين في صحافتنا المصرية الصادرة صباح اليوم. بنصبح عليكم وبنتمنى لكل مشاهدينا يوم سعيد إن شاء الله. معكم أهم عناوين صحافتنا المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023. وزي ما قلنا لحضراتكم في البداية يعني أيام رمضان بتمر سريعا، حد يصدق أنه نص الشهر عدى بالتمام والكمال 15 يوم. يعني الحقيقة عايزين يعني مش عارف يومين ولا ثلاثة وهنلاقي الأغنية اللي بتوجعنا كلنا كمل بدري بدري. يعني ربنا دايما كده إن شاء الله يسعدنا بأيام وليالي هذا الشهر. أنا استعرض معكم عناوين الأخبار النهاردة. ومن اليوم السابع مراسم استقبال رسمية لرئيس قبرص داخل قصر الاتحادية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره القبرصي نيكولاس كريستوديليس داخل قصر الاتحادية، وتضمنت المباحثات عدة مواضيع مهمة حول العلاقات الثنائية وخصوصا في مجالات الطاقة والسياحة والدفاع والأمن. من أخبار مصر، رسميا الحكومة تقر الحد الأدنى لأجور الموظفين اعتبارا من أول أبريل 2023، وتعد القيم الحد الأدنى للأجور. ما زلنا مع حضراتكم وأخبار مصر، ورئيس الوزراء يطمئن على توافر أرصدة السلع الأساسية في لقاء مع وزير التموين. التفاصيل أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية. ما زلنا مع حضراتكم واستعرضنا لأهم هذه العناوين. ومن الأخبار، الحكومة بتعلن 2/7 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم. كل عام وحضراتكم بألف خير. أما من أخبار اليوم، افتتاح وحدة تشخيص الاثنين طبعا 17 أبريل، افتتاح وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الاصطناعي للمستشفى مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية. والوحدة بها أحدث جهاز في العالم لتصوير الجلد للكشف المبكر عن سرطانات الجلد وتشخيص وتوثيق الأمراض الجلدية ومتابعة العلاج ومشاكل تساقط الشعر وقياس شدة مرض الصدفية. أخبار الذهب وأسعار الذهب، قفزة جديدة في سعر الذهب الجرام فوق 2200 جنيه مجدداً. عيار 18 سجل 1292، وقفز عيار 21 ل 2210 للجرام، وعيار 24 2526. أخيرا أحوال الطقس ودرجات الحرارة، خبراء الأرصاد الجوية بيتوقعوا اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري. وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، القاهرة العظمى 26 والصغرى 18، اسكندرية 25-18، مطروح 26-13، سوهاج 30-16، قنا 34-18، وأخيرا أسوان العظمى 33 والصغرى 18 درجة. باستعرضنا لأحوال الطقس ودرجات الحرارة بنكون وصلنا لختام
هذه الفقرة الإخبارية. فاصل وهنرجع لحضراتكم وبنصبح عليكم، ودايما بنتمنى لكم كل الأمنيات الطيبة. صباح على كل مشاهدينا، أول لقاءاتنا على الهواء مباشرة النهاردة إن شاء الله. يمكن نوهنا عليها في البداية وقلنا إن إحنا هنتكلم عن أهمية اللغة والتواصل، وإن إحنا نهتم بلغتنا خصوصا لغتنا الأم اللغة العربية، وإن نعلم ولادنا إن الشعوب اللي ارتقت وقدرت إن هي حتى تطور في العلم طورته بالحفاظ على هويتها ولغتها والاعتزاز بهذه اللغة. والحقيقة الموضوع مش بيتوقف عند هذا الأمر، لكن اللغة دي هي الوسيلة للتواصل والتعلم، وبعد كده بقى كل المهارات اللي نقدر ان احنا نكتسبها في حياتنا وبالتالي نتميز قد ايه كل حاجة بيتبني عليها الخطوة اللي بعديها عشان نوصل في النهاية ان يكون عندنا ناس متميزين في كل المجالات وبالتالي بلدنا تكون أفضل. الموضوع ده وجوانبه المتعددة من خلال لقائنا مع الأستاذة نورهان أشرف معالج لغة وكلام. بنرحب بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. بنصبح عليك وبنتمنى إن شاء الله كل التوفيق لحضرتك ولكل مشاهدينا. والمكان الحقيقة يعني له أكيد زي ما بنقول كده تأثير إيجابي على نفسية الإنسان، صح كده؟ أكيد طبعا. أهمية إن الواحد يحاول ياخد الطاقة الإيجابية اللي حواليه حتى لو كان من مجرد إن هو يتواجد في مكان كويس كمدخل بقى للتميز اللي احنا كلنا عايزين نكون عايشين فيه. اتفضلي. اولا كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. هو زي ما حضرتك قلت طبعا فكره اللغه هي مفتاح، هي الاساس بتاع اي حضاره بتاع اي انسان. ناس كتير ممكن يكون عندها المقدره وعندها المعلومه بس هي مش قادره انها توظفها، مش قادره انها توصلها. ممكن يكون حد قادر انه يوصل اللي هو عايزه رغم ان هو ما عندوش المعلومه. الفكره كلها بتعتمد على اللغه، الذكاء اللغوي اللي بيكون موجود عند البني ادم. قادر ازاي ينتقي كلماته، قادر ازاي يخليها انها تكون كلمات مؤثره. ده طبعا ليه علاقه بالتطور اللغوي نفسه، ازاي انا قادر انميه عند الطفل من هو صغير لحد ما يكتسب اللغه كويس. دي من الذكاءات اللي احنا اصلا بننميها. اللغه والكلام في فرق بينهم؟ اللغة والكلام هي الفكرة ان في مصطلح اعم من التاني. اللغة هي مصطلح اخص شوية من الكلام، الكلام مصطلح عام. اللغة بتبقى خاصة بلغة معينة او ان انا قادر اعبر عنها سواء كتابيا او شفهيا، اما الكلام فهو الجزء الشفهي بس. طيب لما تروحي وتتكلمي مثلا انجليش هتلاقي يرد عليكي بالالماني، هو معتز بلغته وشايف ان هي يعني الاقدر والاهم. المدخل ده ازاي احنا كمان كعرب واحنا الاولى بالاعتزاز بلغتنا لغة القرآن الكريم، يعني نقول ايه للاهالي اللي يعني بيحطوا اللغة العربية في مرتبة تالية بعد اللغات الاجنبية وحريصين اكتر ان هم يعلموا ولادهم لغة واثنين وثلاثة من اللغات الاجنبية، وممكن كمان تلاقي الولاد طالعين ما يعرفوش عربي اصلا. دي حقيقة، دي مشكلة دلوقتي ان اغلب الولاد من بداية من اول ما بيدخلوا الحضانة اصلا بيدخلوا نيرسري انجلش وبدأوا ان هم الحوار عندهم كلهم انجلش، فبالتالي ما بيقدرش انه يكتسب اللغة، وده بيأثر بعد كده ان هو مجرد ما هيوصل لمرحلة المدرسة 90% من حالة صعوبات التعلم دلوقتي ان هو ما عندوش اللغة الام، ما تكونتش عنده. يعني لو تشرح له اي مادة بلغة عربية ما مش هيعرفها، مش بيفهم. بيبقى عنده قصور كبير جدا في اللغة العربية سواء في قرايتها او ان هو حتى يفهم الكلام اللي بيتقال او ان هو يعبر عنها. بعد كده بدا الطفل بيكون عنده حالة صعوبات تعلم لان هو كان ناتج عن تأخر نمو اللغة لانه ما اكتسبتش اللغة يعني عنده. احنا امام مشكلة حقيقية، مفيش مانع تعلم اللغات الاجنبية، بالعكس ده شيء رئيسي وضروري، لكن ازاي المشكلة دي نقدر ان احنا نتداركها؟ هي الفكره في ان الطفل هو صغير بيكتسب اللغه اصلا بالسليقه، يعني ده بيكون بيساهم عنده بشكل كبير جدا ان هو يكتسب اللغه. فبالتالي اما بتدخله اللغه الام او اللغه الاساسيه هي الانجليش خلاص هو اكتسبها لان هو بالنسبه له ده اسهل، فانه يتعلم عربي بعد كده ده بيبقى مهمه صعبه جدا لان اللغه العربيه هي اصعب، تفاصيلها اكتر بكتير. فده بتكون مشكله في النقطه دي. مفيش مشكله خالص انه يتعلم لغتين بس يتعلم اللغه الام الاول اللي هي الاساسيه الاصعب اللي بيحتاج ان هو يكون السليقه بتاعته قادر ان هو يفهمها بيها، وبعد كده يتعلم اللغه الثانيه عادي، ده مش هيتعارض مع ده خالص. بس اللغه العربيه هي فعلا تفاصيلها كتير،
اصعب في التعلم في ان انا اعبر بيها، فبالتالي لازم اديله فرصته الطبيعيه ان هو صغير يكتسب اللغه من الطبيعه. طب هل هي اصعب ولا هي ثريه اكتر؟ ثريه اكتر. يعني احنا برضو مهم ان احنا يعني نوصف الامور في مكانها. يعني لما نقول اللغه العربيه صعبه، لا، هي اللغه العربيه مش صعبه، هي اللغه العربيه ثريه. مش صعبه كاكتساب، هي ثريه جدا، بس لما يكون طفل صغير مش قادر ان هو يتعامل معها بطبيعته في المثيرات اللي حواليه، طبيعي هتبقى بالنسبه له حاجه صعبه، هو مش عايزها لان هو ما اكتسبهاش. طب يعني اسمح لنا، يعني ما احنا هنا برضو اهالينا ويمكن الاجيال الاكبر مننا واجدادنا ما كانوا اول حاجه بيعملوها ان هم بيتعلموا العربي من خلال القرآن الكريم، الكتاتيب. يعني مش هنقول بقى المدارس ولا المدارس الناشونال ولا الانترناشونال ولا الكلام ده كله، الكتاب. يعني اللي كان بيحفظ القرآن الكريم كنت تلاقي بعد كده الإنسان ده طول عمره ذاكرته ومخارج ألفاظه ومعرفته، يعني كل حاجة في حياته بتلاقيها متميزة. يعني إذن الموضوع محتاج ان احنا يعني نرجع شوية لتعاليمنا ولأصولنا. دي حقيقة، دي فكرة الصليقة اللي انا بكلم حضرتك عنها، فطرته ان هو مستعد ان هو يستوعب ده دلوقتي، فبيدخله بالشكل الصح. اللغة الاولانية بتتشكل بالشكل المناسب اللي هي المفروض تدخل بيه، فبالتالي ده بيسهل عليه حاجات كتير بعد كده. بعد كده بنقدر ان احنا خطوة ورا خطوة، اللغة وتعليم اللغة، وبعدين دخلنا في التعلم، وبنكتشف بعد كده ان ولادنا عندهم صعوبات في التعلم. نتعامل مع ده ازاي؟ حالات كتير جدا دلوقتي بقت حالات صعوبات تعلم، وبقى المشكله بتاعتها ان هو طبيعي لو دورنا وراها هنلاقي الطفل ده كان عنده تاخر نمو لغه وهو صغير، ان هو ما اكتسبش اللغه صح، ما قدرش ان هو يعبر عن جمله سليمه، فبالتالي مش هيقدر يعبر عنها في الدراسه، مش هيقدر يكتب موضوع تعبير، هو اصلا مش قادر يسرد، مش قادر يحكي قصه، مش قادر يقول اي حاجه. فبالتالي احنا بنكتشف ده بقى لما بندخل المدرسه، ان الطفل مش قادر دلوقتي ان هو يمشي في التعليم. حاليا شويه بقى بتعمل انترفيو في الاول، فبنشوف ان الطفل مناسب او مش مناسب، فنجري بسرعه نلحق ناخد جلسات تخاطب. بس الحقيقه ان احنا بنبقى يعني مزودين قوي على الطفل، احنا جينا متاخر، احنا ما ادينالوش فرصته من الاول ان هو يندمج مع اللي حواليه ويكتسب اللغه بالاول. فاحنا لو عملنا ده اكيد جزء كبير جدا بعد كده في مراحله التعليميه الموضوع بالنسبه له هيكون احسن كتير من الاول. طيب العلم بيقول لنا ايه كاهالي في خطوات ان احنا نبني شخصيه لغويه سليمه لاولادنا، يعني برنامج زمني يتناسب مع عمرهم، بحيث ما نبقاش كمان يعني عاملين عليهم مزيد من الأحمال أو متقلين عليهم يعني. فهل في برنامج زمني لتعلم اللغة واكتساب مهاراتها دخولا بعد كده لتعلم بقى علوم المعرفة، المعرفة بصورها المختلفة بما يتناسب مع سن الطفل؟ اكيد طبعا، اللغه ليها عمر زي عمر البني ادم بالظبط. في حاجه اسمها عندنا اسمها عمر لغوي، لازم اكون او اي ام لازم تكون عارفه هو عند سن كام المفروض بيكون بيقول ايه، ايه الحصيله اللغويه اللي المفروض تكون موجوده عنده، لان عدم المعرفه بده هتخلينا نكتشف بقى متاخر. اصل الولد عنده 3 4 سنين وبيقول كلمه واحده او كلمات مفرده، مش قادر ان هو يكون جمله، في حين انه في مرحله زي دي المفروض يكون عنده جمله على الاقل من 3 كلمات، قادر يعبر بجمله فيها حرف جر، فيها ظرف، قادر يعبر بجمله واضحه ومفهومه. بس استيل لسه الطفل بيقول كلمه من كلمات المعيار مفردة. ده له علاقه بذكاء الطفل، يعني الطفل اللي بيتكلم بدري وبيبقى يعني بنقول يعني ده غلباوي يعني أكيد طبعا. ورغاي والكلام ده كله، أو الطفل الهادي اللي كلامه قليل، هل ده مقياس معين أو معيار معين للطفل وذكائه ونبهته يعني؟ هو الفكره بس محتاجين نفرق بين حاجتين، ما بين ذكاء الطفل العام او الذكاء اللغوي، لان الذكاء اللغوي ده نوع من انواع الذكاءات الموجوده عند الطفل، مش الذكاء الاساسي. الذكاء الرئيسي اللي هي نسبه ذكائه او قدراته العقليه نفسها طبعا بتاثر بشكل كبير. انا لو عندي طفل عنده تاخر نمو لغه وعنده قصور ذهني او ان هو عنده تاخر عقلي، اكيد طبعا هناخد وقت طويل جدا، اكيد مش هنوصل لمرحله طبيعيه في الكلام. اما لو انا عندي طفل ذكائه عالي اكيد طبعا هيستوعب اسرع، هتبقى استجابته احسن، اللغه هتتحسن عنده بشكل كبير. اما الجزء الخاص بالذكاء اللغوي فده موجود عند بعض الولاد، وبعض الولاد موجود عندهم بنسبه قليله، هو عندنا كلنا بس مش بنفس النسبه. لو انا حد عندي الذكاء اللغوي عالي طبعا ده هيساهم بشكل كبير جدا، انا قادر اوظف المعلومه اكتر، قادر ودني قادره تسمع المصطلحات بشكل افضل وقادره ان هي توظفها. في حد تاني لا، الذكاء اللغوي عنده مش عالي، عنده ذكاء تاني هو اعلى، فده احنا بندربه، بندي له كورسات، بنبدا ان احنا ننمي الذكاء اللغوي عند الطفل كده. لما الطفل ده شويه يكبر
بيبقى طبيعي خالص وزيه زي بقية الولاد أو يمكن يكون أفضل، ولا يعني التأخر ده بيلازم الطفل طوال مراحل حياته أو مراحله التعليمية المختلفة؟ لا، هي الفكرة الموضوع بيعتمد على الوقت والكافية. أنا بدأت مع الطفل إمتى واشتغلت معاه إزاي؟ طبعا كل ما أنا بدأت بدري وكل ما اشتغلت معاه صح هيوصل لمرحلة أنه طبيعي جدا وممكن أحسن من الطبيعي عادي، مفيش مشكلة، لأن إحنا لحقنا الجاب بدري. هي الفكرة إن إحنا عندنا هرم تسلسل زمني عمر معين، خلاص إحنا وصلنا له، خلاص الطفل قادر يعيش حياته بعد كده عادي. بس كل ما أنا مأخرت أو كل ما أنا أهملت في الموضوع أو إن أنا دخلت له الموضوع بشكل مش مناسب، أكيد طبعا هيأثر بنسبة بعد كده، مش هيبقى الموضوع أحسن حاجة. طيب ازاي نفرق من ان الطفل عنده صعوبات في التعلم او انه بطبيعته لعبي ومهمل ومش بتاع يعني مش بتاع مذاكره، يعني هو بيفضل ان هو يعني زي كتير من الولاد يعني يعني عايز يلعب مش عايز يذاكر، لكن هو كويس، او لا يعني ده عنده مشكله عنده صعوبات في التعلم؟ هي الفكره في كل الاحوال اكيد طبعا مرحله ما هنلحق نحتاج ان احنا نلجا لحد متخصص، لان هي فكره صعوبات التعلم مش بتتشخص بالنظر، انا لازم اعمل تقييم للطفل في محكات لازم استبعدها عشان اتاكد ان الطفل ده صعوبات تعلم. بس الفكره كلها ان انا بشوف شكوى بقى من الطفل، في ملاحظات انا بلاحظها، خطه مش كويس، مش قادر ان هو يمشي على السطر بشكل مناسب، بيشتكي كتير من فكره ان هو مش قادر يتابع اللي بيتم في الفصل، مش سامع كويس، مش عارف احنا وصلنا فين، جينا منين. ممكن الاقي الطفل عنده اندفاعيه على طول ناسي حاجته ورميها، مش قادر، درجاته مش كويسه، مش قادر يركز كويس قوي في الموضوع ده، فهنا انا ابدا اشك، فابدا امشي في المسار الطبيعي، اعمل له بقى اختبارات اشوف هل هو فعلا بينطبق عليه المحكات بتاعه صعوبات التعلم ولا لا. هو الطفل لا يعني مش مشاكل. يعني ما فيش حاجه مثلا ممكن الام خصوصا يمكن بتكون يعني اكثر صله ب يعني مساله التعليم، وطبعا والاب، لكن يعني بعرف يعني لناس متخصصة يقولك الطفل لما يكتب مثلا الأرقام أو الحروف بشكل عكسي، بشكل عكسي اللي هي الميرور ايمج، بيكتبها بالشكل بتاع المرايه بالظبط، يعني يكتبها زي ما يكون باينه في المرايه مثلا، يبقى ده كده ناخد بالنا، او يقولك لا يعني في اراء تانية المتخصصين يقولك لا ده مش برضو مش مؤشر قوي ان هو كده، ففي حاجات زي كده. هي الفكره ان الموضوع متشعب قوي، ان احنا في عندنا الصعوبات مش بتبقى حاجه واحده، هي بتبقى اكتر من حاجه، في طفل بيكون عنده صعوبات في القرايه، حد تاني يكون عنده صعوبات في الكتابه، حد يكون عنده الاثنين مع بعض، حد يكون عنده صعوبات تعلم خاصه بالجزء الخاص بالتفكير نفسه اللي علاقه بيه، زي الذاكره، التركيز، حل المشكلات، تكوين المفاهيم، ده كله جزء تنميه مهارات اكتر محتاجه تتنمى عند الطفل. فهي الموضوع مش محدد في نقطه معينه، هي بتبقى علامات، عشان كده بقول لحضرتك لازم تتقاس من حد متخصص. بس عموما هلاقي الطفل هو عنده قصور في الماده، ما بيجي يتملى مثلا، مش قادر يميز صوت القاف من الكاف، بيكتب حرف الطاء والسي والصاد زي بعض لان هم شبه بعض في الشكل او شبه بعض في الصوت، ما بيجي بيقرا بيضيف حاجات اثناء القرايه او بيحذف حاجات، في حاجات بيبدلها، ممكن يبدل اصوات، كل دي مؤشرات ان الطفل مش قادر يمشي في المراحل التعليميه طبيعي يعني. تمام. تنظيم الوقت كعنوان كبير، ازاي نقدر ان هو يكون ثقافه في حياتنا من صغرنا لحد ما نكبر؟ والحقيقة أنا عشان أقدر أبني ده كثقافة لازم نكون فاهمين أصلا يعني إيه إدارة وقت، يعني إيه تنظيم وقت، إيه فوائد ده عليا، أو إيه الحاجات اللي بتضر ده عليا أو على الطفل بشكل عام. الوقت هو إدارة الوقت هي إدارة الأولويات، أنا عشان أقدر أنظم وقتي لازم أكون قادر أنظم أولوياتي أصلا، قادر أكون فاهم أنا عايز أعمل إيه وليه. لو أنا بقى عندي المهارة دي ساعتها هقدر أنظم وقتي عادي جدا. لازم أكون فاهم هو إيه الحاجات اللي بتخليني مش قادر أنظم وقتي، ما في فرق بين ممكن أكون حد مشغول طول الوقت بس في الحقيقة أنا حد مش منتج، أنا مشغول في حاجات ما بتدينيش إنتاج في الآخر، ممكن أكون حد عندي وقت بس أنا قادر أن أنا أنتج بشكل كبير جدا. هي دي الفكرة، أنا قادر أنظم أولوياتي، قادر أشوف أنا محتاج إيه وهحطه إمتى وإزاي، أهدافي دي عاملة إزاي. في فرق ما بين أن أنا عندي هدف مهم ولازم يتعمل دلوقتي وهدف تاني هو مهم بس أنا ممكن أجله، وهدف ممكن يكون لازم يتعمل دلوقتي بس هو مش مهم، او هدف مش مهم ومش لازم يتعمل دلوقتي. كل دي انواع اهداف انا لازم اكون فاهمها وقادر اسكنها بشكل مناسب. طيب لا انا عايز يعني حضرتك كده بتكلمين يعني بتكلمينا بصوره عامه، حتى لو تختار لنا يعني عنوان واحد من الكلام اللي حضرتك قلتيه في تنظيم الوقت وتدينا برنامج
بحيث نموذج وعملنا عليه زي ما نقول كده برنامج يوضح لنا الكلام مش بصورة عامة يعني. تمام. طيب هي أول حاجة إن أنا محتاج عشان أقدر أعمل برنامج صح أو أنا أحط لنفسي جدول صح، لازم إن أنا زي ما قلت لحضرتك أحدد الأهداف بتاعتي، إيه هي الأهداف اللي أنا عايز أحطها، والأهم إن أنا ما أثقلش على نفسي. يعني أنا ممكن أخد بالكتير قوي 5 أهداف اللي هي المهمة لازم تتعمل خلال اليوم. لازم جدا يكون في عندي سكيدجول، عندي جدول متقسم بالوقت بتاع اليوم، بسكن فيه كل الحاجات اللي أنا بعملها في يومي أبسط التفاصيل. أنا مثلا بنام حوالي 8 ساعات يتحطوا المواعيد بتاعتها، أنا بشتغل حوالي 8 ساعات في اليوم، وقت الشغل ده يتحط معاه، طب أنا باخد في الطريق ساعتين رايح وساعتين جاي، إذن معدل الشغل كله 14 ساعة، ده لازم يتحط في الجدول قدام عيني. باخد وقت للأكل قد كذا، ده ساعتها بيديني أنا تصور واقعي عن وقتي عامل إزاي، يومي فيه وقت عامل إزاي، فبالتالي بقدر أطلع الوقت اللي فعلا فاضي المهمل اللي أنا بهدره في الانتظار أو في قاعد مستني في المواصلات أو ماشي في الطريق. طب أنا دلوقتي حطيت إيدي على الوقت المهدر، بالضبط عرفت أنا عندي 2 أو 3 ساعات في يومي مهدرين، أعمل إيه بقى؟ الخطوة التانية بقى إن إحنا نبدأ نحدد الأهداف حسب الأولوية، إن أنا إيه أولويتي في الأهداف، إيه الهدف المهم وعاجل دلوقتي لازم يتحط، فأبدأ أسكنه في الأول، أبدأ بالأهداف الضرورية اللي هي لازم تتعمل، لازم أعمل حساب الأهداف اللي هي مش مهمة دلوقتي بس هي مهمة، هي لازم تتعمل، لأن أنا لو أجلتها هتبقى أهداف مهمة وطارئة ولازم أعملها ومضطر أعملها، فبدأت أضغط فبدأت مش قادر أعملها بشكل مناسب، فلازم أكون عندي تصور عن يومي ماشي إزاي، هيمشي فيه عامل إزاي، ده بيديني بعد كده إمكانية إن أنا لو جات لي حاجة جديدة يقبلها يرفضها، هي ماشية مع البلان اللي أنا حطيتها لنفسي أو لا. ده ينطبق كمان على يوم الأجازة، وده يوم مهم بالزبط. جدا ده حاجة مهمة جدا يعني تنظيم الوقت مريحين ما بنعملش أي حاجة، ولكن ممكن نستمتع جدا نستغله بشكل كبير جدا بأجازة. أنا عشان أعمل لنفسي جدول أنا بحطه فيه أبسط تفاصيل، يعني ممكن أحط إن أنا من الساعة 5 للساعة 6 أنا عايز أتفرج على فيلم، هحطه في الجدول بتاعي لأن ده من وقت الراحة، ده الوقت اللي أنا لازم أحطه، لأن أنا لو ما عملتش ده هيبقى برضو يومي مضغوط، أنا ما قدرتش إن أنا أفرغ الطاقة اللي موجودة عندي واستمتع بيومي. أبسط التفاصيل لازم نحطها بما فيها حتى يوم الأجازة أنا هعمل فيه. بس يعني الواحد كده هيمشي على جداول على طول؟ هي في الاول الموضوع طبعا مرهق ان انت تنظم الدنيا، بس مجرد ان انت عملته لنفسك لا هتلاقي الموضوع بعد كده بقى هيبقى اوتوماتيك، مش لازم يتكتب حتى، هيبقى متبرمج في العقل، هي يعني اليوم محطوط وبالساعات وانت حطيته خلاص بقيت واضحه. احيانا كمان بيبقى فيه زي سكيدجول بيتباع جاهز للشهر كله، انا بحط فيه التفاصيل بتاعتي بعمل فيها ايه، ده بيخليني انا قادر اتقبل الحاجات اللي انا فعلا اقدر اعملها. كتير جدا بنتحط في موقف ان انا مش عارف اقول لا، انا مطلوب اعمل مني ده خلاص هعمله، بس ده مش متناسب مع البلان بتاعتي. لكن لو انا الوقت بتاعي متنظم هقدر اقول لا دي فعلا انا قادر احطها، او لا انا اسف مش هقدر اعملها دلوقتي، ممكن اعملها الاسبوع الجاي، انا عندي وقت اطول في الفتره الجايه. اعتقد ان احنا حاولنا يعني ندي معلومه مفيده للناس اللي بيشوفونا، اتمنى نكون وفقنا فيها. الاستاذه نورهان اشرف المعالج للغه والكلام، شرفتينا. اهلا، شكرا جزيلا.